بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. عجل الدين عيسى هي حفظ الأمن والإيمان، إيمانك يا أمنك إلى أنت ودبو نروح إيمانك يسي كإلالي معاصي يا محارمتي إلهي نغا حرام يا لي يا أمنك وإسنا النعمة إلهي خلقي يسود يقول لمن شاء عدي إلهي لدونه كون كالك إلهي دونه كدقى أمن إيان بتقليو عدو دونه إلهي قد يقول ونم عيوين حقيقة إلالي انتي سول ووحي وحي إلهي لقد دكتونا هذول حكومة الشعب نمان ببور. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إلهي عز وجل نقبل رجيين هو إيمانك صادق لغيه لي أن كدهين إيمانك ودين بظلم شرك يا عصيان بوري إن الشرك نولا يمادان كدكتون هذه عصيان إلهي عاصيان كدكتون هذه إلهي وحط لما يكوا كدكتون إن إيمانك ودي عصيان يا شرك كدهان وحا إلهي قده قيم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعجوز عقابك على أمن بك كسوغيهين وإله عز وجل حقود دقيني أمن كسوغنانيان في الدنيا والآخرة يا حنون إني أكواس حنون سيهين ويجيلك مستقيم كها أي حيام ساسا سكوب برا رجيلين أدمانتين إيمانك إلى لنتيسا يا أمنك إلى لنتو لبضبا نعمتان عديمتان نعمة إيمانك نعمة أمنك با والله من نعمة واوين أنو كمار مكرين مخلوقا بني آدم كأ أما إسلام كما عامهم روحان إيمان لهين أي لهين إيمان قد يقن رمتي نعمة وين باكم مقن حقيقة هان أو نولشيسو نمعك السوي هلو قل دانو إيمان لهين ديو حنقون إيا حابده جهنم وانا وح إله إلا قمان قلو إيمان لآن روحو الدوية وكقبحو أو إيمان كي أنو هلما نولشيسا إنو إيمان لآن إفكا كقبحو أما وكن أولاد إيمان لآن وامد إله عز وجل أنك الله بري إنه إلهي إنه نجس سلام ديره، لكن إيمانك روح إلهي قد يقي، أو إلهك يا الروح أهل التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تيرلك إسلامك يتيرلك إيمانك بالروح إلهي قد يقي وهو حبارسي نعمة العظمى نعمة وين أي حبارسي حق إلهي عز وجل أول الربا إنه وقوم هذا نقول إله عظيمك خلقك أوردن أبو لي كونك أوردن كتصرف فيا وحكوا إلينا كونك آنو جين إلهي عز وجل تاساسكو برارو جيننا ضاعاتك أولو الددالو إن لقوه لا يرضيه إلهي يا رحمته سوا الصعاب حديث سعب بخاري صلى الله عليه أي أبا هريرة عن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد أدنته بالحرب. رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أي حديث القدسي إلهي وحي عز وجل أي رسولك الله صلى الله عليه وسلم وعن ربي وحيودي روح الرباب لمن عادى لي وليا وليدي ذولي كمدا ومن آمن بالله إنك استعدك سوء إلهي الرميسي وإيمان صادق لي خلقك إلهي ينقون يا وليك الله ينقون يا كل من آمن بالله كو إلهي الرميسي رسولك الرميسي صلى الله عليه وسلم أي أولي على نقون كرا وإسلامك أوردن أو يا إلهي عز وجل تمامي روح هذا إسلام الرباب dadka islaamka u dhibay oo ah waliyada ilaahay kamida ilaahay wuxuu leeyahay ruux dadka islaamka dhiba faqad aadantu bil harbi waxaan wargeliyay rabbi yiri harbi dagaal rabbi xaqiisa ka yimid ba ilaahay azza wa jalla wargeliyay buuri oo ilaahay harba rabbaniya ayaa ilaahay u ballan qaaday ruux dadka islaamka dhiba harbi ilaahay ba ilaahayna u ballan qaaday buuri ilaahay harbiisana waxa laga cibaha laga tabaysan karo ama waxa laga gaashaan karo way ka weyn tahay ماشي إلى حرب يسكت جريا وميل وهلاك يا إلهي عز وجل بول وما تقرب إلي عبدي بشيء لرسولك صلى الله عليه وسلم وسيب الحيز القدس جا أدونك يقول مسود وهذا بدو حانك جعلهاي ما افترضت به واجباتك أنك صاري وحكف بناقصا وأدونك يقول دو هذا مجر ربي بول أدونك يقول حانك جعل رب ربي لي واجباتك أن صاري أو كسب بحول شنتي وقتي يتيرك إسلام كده ما يستروا يا إلهي وحو حرام كيلو كف قال ابو وما يزال عبدي يتقرب الي بنوافله تعود حديث القدس او رسولك يقول ربي لي
adoonkaygu kama zuulo inuu sunnayaashana ku daro markuu waajibkii ilaaliyey. Xataa uxibuhu ilaa aan ka jeclaado adoonkaygii, buu rabbi yidhi. Hadduu rabbigu jeclaado adoonkana, waxaa tilmaan u ah sifooyinkan: faidaa axbabtu kuntu samcu ladi yasmacu bihi, hadduu rabbigu jeclaado adoonkiisa wuxuu noqdaa maqalkii wax ku maqlaayey, oo maqalkiisa wuxuu ku dhagaystaa wax ilaahay uu raalli ka yahay casa wajalla, rasuulkii ilaahayna sala allahu calayhi wasalam raalli gelinaysa, buu yidhi. Wa basaruhu ladii yubsiru bihi, waxaa kaloo noqdaa, buu yidhi, rabbigu xajulqudsiga araggu wax ku arkayaanu noqdaa, oo wuxuu indhihiisa ku egaa wax ilaahay raalli ka yahay, maxaarimtana waa ka jeebsadaa. Wa yadahu latii yabdushu biha, waxaanu noqdaa, buu yidhi, rasuulku sala allahu calayhi wasalam rabbiga cadiimka ah, adoonkaan jeclaado, gacmuu wax ku qabsanayay, oo gacmihiisa wuxuu ku laacaa waxyaaba ilaahay uu raalli ka yahay, iyo waajibaadka alle wax khayra ayuu ku laacaa gacmihiisa. Warijlahu latii mashi biha, waxaanu noqdaa, buu yidhi, ilaahay casa wajalla adoonka aan jeclahay, lugihii uu ku soconayay, oo wuxuu ugu socdaa lugihiisa, islaax bayna annaas, dadka dhexdiisu islaaxiyo, inuu khayr ka shaqeeyo, inuu kuwa buka booqdo, inuu labada uu socdo beydka ilaahay casa wajalla, waajibaadka la gudashadooda, tacmiirka buyuudda ilaahay, dalabulcilmi, barashada diinta iyo xaqa iyo islaamnimada, ayuu ugu socdaa lugihiisa meel khayr leh oo ilaahay raalli ka yahay, buu ugu socdaa, buu yidhi. Wain saalanii acdaytuhu, xadiidku qudsiga rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sii waday, wuxuu rabbi yidhi, adoonkaygaan jeclaado, hadduu wax ii su-aashana waan siiyaa, muraadkiisa waan u aqbalaa. Walan istacaadanii, hadduu imagan galana uu shar iyo balaayooyinka magan galana, low ciidan waan ka magan geliyaa balaayooyinka iyo sharkaana, ilaahay waan ka xijaabaa, buu yidhi. Rawaahu albukhaari, buu yidhi. Xadiidka saxiixa iyo aayaadka ilaahay waxay noo tilmaamayaan nicmatu lamni waliimaan, nicmada amniga iimaanku waa nicmataan cadiimataan, waa laba nicmo waaweyn oo ilaahay ugu deeqo khalqigiisa liman shaa ciddii uu la doono. Cid kastoo amni ilaahay ugu deeqayna, wax waajib ku ah inay mahadnaqa ilaahay badiyaan, shukrinaqa badiyaan, xamdiga ilaahay abadiyaan, waajibaadka ilaahayna u dadaalaan, daacada ilaahay u dadaalaan, digriga ilaahayna ay badiyaan, iyaga oo ka gaashaamanaya wixii amnigooda waxyeelaayana. Oo ilaalinta amniguna waa mid makhluuqa wada saaran oo xukuumad keliya gooni kuma ahee, haddaan shacabku axad waliba inuu ka digtoonaado wixii ummadda dhibaaya ee fadqalalaynaya ee islaamka dhib ku ah, waa mid runti waajib nuga dhammaantoon. Waayo meeshaanu amnu ka jirin, daacada ilaahay lama gudan karo, beydka ilaahay ma tegi karo, barashada diinta si buuxa madax bannaan uma tegi karo, madaariska diiniga ah, jaamacaadka islaamiga ah ma tegi karo, macaashka adduunyada khalkhal baa ku dhaca marka amnigu khalkhalo ee amnigu wax noqdo, buu marka dhammaan in khalqigu inuu iskaashado oo laga digtoono cadaawaha, hadii jeer islaamka dhibkiisa jecel, waa mid laga maarmaana oo laga digtoonaado leyl wa nahaar, habeen iyo maalinba digtooni la qaataa, waa mid aan iswadafalayna dhammaanteen. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa raxmaadkiisana allah inoo soo dedejiyo, waayo raxmada ilaahay unbaa keeni karaa, kama qaala tacaala wahuwa aladii yunazilu lghays min bacdi maa qanadu wayunshuru raxma wahuwa alwaliyu lxamiid, ilaahay casa wajalla awooddiisa ballaadhan, ilaahay casa wajalla raxmaadka isagaa la gooni ah markuu khalqigiisa u naxariisanaayo, sarufka ilaahay baa iskale casa wajalla, waana ka roobka keena, wahuwa aladii yunazilu lghays min bacdi maa qanadu, intaad quusateen ka bacdi rabbiga cadiimki waa ka roobka keena, raxmadiisana ilaahay waa faafiyaa oo khalqigiisa oo dhan buu gaadhsiiyaa, waana ka ilaahay kownka oo dhan tawaliya, khalqiga ilaahay waa ka tawaliya amuuriisa ee la mahadiyana ilaahay casa wajalla. Bun makiila waxaan ka rajaynaynaa naxariisiina ilaahay inoo soo dedejiyo, raxmaadka allah inoo soo dedejiyo, balaayooyinka allah inaga xijaabo, wixii shar iyo balawada allah inaga xijaabo, beledkeenna beledan aaminan, xaraman aaminan allah ka yeelo, dowladni calanka allah cizeeyo, wabillaahi towfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.